جاءت الفكرة لمحاولة الارتقاء بالفضاء العمومي ويصنع كوسط صحي، وبذلك يكون هو الوسط الصحي ما بين وسطين مهمين اللي هو المنزل التربوي الأول والمنطقة التعليمية، كأن تكون مدرسة أو الجامعة إلى آخره. فالمحاولة من هذا الموضوع هي صناعة هذا الجو الإنساني والمجتمعي، وكما قلت هو الارتقاء بالذوق العام بصريا وسمعيا وهكذا. حاولنا من خلال هذا النشاط أو المهرجان أن نتجاوز القيود التقليدية للمهرجانات. على سبيل المثال لم نضع توقيتات محددة للأنشطة، كما لم نضع برنامج معين للحضور وعدم الحضور، فأصبحت المسألة متروكة للجميع، وطبيعة العمل ستكون مغلفة بتلقائية جميلة، مما يضفي مساحة من الشعور كأنك في مساحة مفتوحة ثقافية. غير هذا أيضا هنالك محاولة جادة لجمع واجتماع كل شرائح المجتمع ومثقفيهم، والتركيز أيضا على الكفاءات اللي موجودة في المجتمع فنيا وثقافيا وأدبيا وموسيقيا إلى آخره. احنا اليوم في ضيافة إخوان ديال طال برشت، الساكنة ديال طال برشت، الفاعلين الجمعويين ديال طال برشت في هذه المبادرة اللي هي مبادرة تالويكانت، اللي هي رغم أن الفكرة بسيطة ولكن عميقة. أولا اللي احنا كنحبدوا فيها هو أنه كنحسوا أن الناس ديال أكادير خصوصا هاد الفعاليات ديال طال برشت ولات رجعت كتملك الحي ديالها اللي هو واحد من الاحياء التاريخيه، واحد من الاحياء المرجعيه في اكادير اللي هو طال برشت. الفكره ديالهم بسيطه ولكن البساطه ديالها فيها القوه ديال انه غادي نجيبوا الناس يجيو يتلاقاو. ربما هذا العهد الجديد اللي كنعيشوه ديال الاعلاميات والانترنت ووسائل التواصل، بقدر ما هي تسمى وسائل التواصل ولكن هي بعدتنا على بعضياتنا. اعتقد ان هذه المبادره ديال تالويكانت غادي ترجعنا اننا نتلاقاو ونتشوفوا ونتناقشوا ونفكروا المدينه ديالنا جميع. اليوم كمجلس جماعي ما يمكن لنا الا اننا نرحبوا بهذه المبادره، نساندوا هذه المبادره، نشدوا على الايادي ديال الاخوان اللي فكروا فيها ونديروا هذا المشروع اللي هي مرحله تجريبيه على اساس التعميم ديالها ان شاء الله، وهذا الهدف ديالنا على مستوى اكادير كاملا، سواء في أنزا سواء في تيكيوين وفي بنسرقاو وفي الاحياء ديال اكادير. ونتمنى من الساكنه ديال اكادير ياخذوها كنموذج وهما ديك الساعات يخدموا عليها ويطوروها بالخصوصيه ديال الحي ولا المنطقه ديالهم. لاساسي اننا خصنا نتلاقاو نفكروا جميع، نشطوا المدينه ديالنا، نحيوا الذاكره ديالها، لان هاد الفكره ديال تالويكانت اللي جميل فيها هو انه غنحيدوا الغبار على واحد المجموعه ديال الاشخاص، على واحد المجموعه ديال المبادرات. وان شاء الله نتمنوا اننا نلتقيوا نهار 27 و28 29 ونلتقيوا على الامل من اجل اكادير اخر ان شاء الله باذن الله. كنتواجدوا في ساحة سينما صحارى هنا بحي طال برشت اللي كتعتبر واحد من الاحياء المرموقة والمعروفة في مدينة اكادير، واحد الدور اللي عند واحد الحي اللي عنده الوزن ديالو واللي فيه مجموعة ديال المرافق من بينهم سينما صحراء ومرافق اخرى. كذلك كيتميز الحي بتواجد ديالو في قلب مدينة الانبعاثات مدينة اكادير. اليوم كنحضروا في هاد الاستعدادات للتنظيم تالويكانت اللي هو واحد من المبادرات ديال جمعية اكادير ميموري. من بعد المهرجان تال جيتارت كنحضروا في هذه المحطه اللي هي محطه اكيد انها غتكون متميزه. كنعرف سعيد مطيع كواحد من الفعاليات الثقافيه التي دائما تبادر لتساهم في احياء حي طال برشت وكذلك لاعطاء ديناميه جديده لمدينه اكادير عبر هذه القضيه ديال تنشيط الاحياء، لان الاحياء بدون تنشيط احياء بدون حياه. واكيد ان هذه المبادره غتكون مبادره متميزه، وقبل انطلاق الاشغال ديالها حنا كناديو احياء اخرى ومدن اخرى باش يلتقطوا الفكر. وجميل جدا اننا نشوفوا الناس كيتوافدوا على هذا المكان باش ياخذوا صور وكذلك باش يتكلموا باش يتواصلوا مع الاصدقاء والاحباب ديالهم. واكيد ان البرمجه غتكون برمجه متنوعه، تصوير فوتوغرافي، رسم، موسيقى، وكذلك لقاءات في الاروقه. وبدون شك ان الملتقى الى كمل غتكون الاستمراريه ديالتها
غتكون الاستمراريه ديالو، لان الناس كيتكلموا والناس كيتانسبيراو من هذه التجارب. وبهذه المناسبه كنتمنى التوفيق لكل المنظمين وكل المدعمين وكل المحتضنين لهذه التظاهره، وكنتمنى لها الاستمراريه والنجاح. لا يجمع ما بنتي وإن كنتي هذا شحال، قولي علاش غربتي زينة، ما درتي فينا أنا وتلويكا، حوصل عليك ما لقينا.